مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد من خلال برنامج بين السطور، حيث نعرض لأبرز المقالات والكاريكاتيرات التي تناولتها الصحف المحلية العربية والعالمية مع قراءة فيما بين سطور هذه المقالات. إذا نبدأ بالصحافة المحلية بعد الفاصل. حملت مقالات السبت في الصحف والمواقع الإلكترونية رسائل الطمأنينة والاعتزاز بالأردن الدولة وقيادته الهاشمية ودوره ومواقفه غير القابلة للمزاودة أو التشكيك لا سمح الله تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراعات الإقليمية التي امتدت نحو لبنان. الكاتب الأستاذ الدكتور أمين مشاكبي في مقاله في الرأي: الأردن بخير، يؤشر على عناصر القوة في الدولة الأردنية فيقول: الحمد لله لدينا قيادة حكيمة عقلانية واقعية تتابع كل كبيرة وصغيرة من أجل تحقيق الصالح العام، تدعمها مؤسسة الجيش العربي الذي هو على جاهزية عالية واقتدار مميز في الدفاع عن الأردن، ويسانده مؤسسة أمنية احترافية يشهد لها القاصي والداني بقدراتها على حماية الأمن الداخلي والخارجي، ورجال الأمن في كل مكان من أرض الوطن يسهرون على حياتنا وعيشنا وأرزاقنا في كل دقيقة وثانية، وهم عنوان الأمن والاستقرار للحياة اليومية. ويتابع الكاتب: لدينا حكومة جديدة نتفاءل بها خيرا، وما يقوم به رئيس الحكومة من زيارات ميدانية على مستوى الوطن والعمل الميداني واتخاذ القرارات في ضوء ما هو على الأرض، ويتطلب ذلك المتابعة والسرعة في اتخاذ القرارات بعيدا عن البيروقراطية، وهذا يبعث فينا التفاؤل والأمل في النفوس. الدكتور المشاكبي في المقال أيضا دعا إلى نبذ عناصر السوداوية السلبية بالنظر إلى ما هو إيجابي في بلدنا بعين الرضا على حجم الإنجاز المتحقق في منظومات التحديث الثلاث: السياسية والاقتصادية والإدارية. ويختم بالقول: نحن في هذا الوطن الدولة العريقة لا يخيفنا شيء، نحن ماضون في مستقبل واعد من أجل الأجيال، نؤمن بالوطن بكل مكوناته ونعشق كل ذرة تراب فيه وكل نسمة هواء في سمائه. نعم لدينا بعض السلبيات نعمل على معالجتها، لكن الإيجابيات أكثر بكثير لنرى الأردن بعين الحب والرضا، والحمد لله الوطن بخير. الكاتبة شهد الطعاني في مقالها في مدار الساعة: القضية الفلسطينية وموقف القيادة الهاشمية الأردنية التزام أصيل ودور لا مثيل له. تعرض للدور الأردني تجاه القضية الفلسطينية وبأنه ليس مجرد شعارات أو خطابات، بل هو التزام متجذر يشمل الدعم السياسي الدبلوماسي والإنساني. وتعرض أيضا لما قدمه الأردن كأكبر داعم ممكن للاجئين الفلسطينيين على أرضه، وتضيف: إضافة إلى ذلك يشكل الأردن خط الدفاع الأول على المسجد الأقصى أمام المحاولات الإسرائيلية لفرض السيطرة عليه، وقد قامت المملكة بترميم عدد من المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على نفقتها الخاصة، مؤكدة على مسؤوليتها التاريخية والدينية. وتختم بالقول: يبقى الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية نموذجا في الثبات والمصداقية، متجسدا في حماية المقدسات والسعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. إنما قدمه الأردن بقيادة الهاشميين لا يشبه أي دولة عربية أخرى، إذ يجمع بين الدبلوماسية الفاعلة والرعاية الإنسانية والدور الحاسم في الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس. هذا الالتزام العميق يعكس رؤية استراتيجية ترتكز على العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ما يجعل من الأردن صوتا عربيا مميزا لا غنى عنه في مساعي تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وللمزيد في القراءة فيما بين سطور هذه المقالات لهذا اليوم، معنا عبر الاتصال الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن عبد الله الدعجة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور.
دكتور، إلى أي مدى يسهم التزام الأردن بثوابته السياسية من أجل دعم القضية الفلسطينية؟ نعم، مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. أنا باعتقاد أن الأردن يعني القضية الفلسطينية بالنسبة له جوهر السياسة الداخلية والخارجية، وأن القضية الفلسطينية يعني إحدى أولويات السياسة الخارجية الأردنية، وأنها دائما تقوم الدبلوماسية الأردنية النشطة للدفاع عن القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين في المحافل الدولية، وتحذر دائما وأبدا من أن عدم الاستقرار والأمن في هذه المنطقة طالما لم تحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وبالتالي تنشط جهود جلالة الملك عبد الله الثاني دائما في جميع المناسبات الدولية للتذكير. حتى قبل 7 أكتوبر كانت القضية الفلسطينية محور اهتمام جلالة الملك، ودائما ينبه على قضية أن القضية الفلسطينية ليست 7 أكتوبر وإنما هي 7 عقود من الاحتلال، وأنها يعني بدأت معاناة الشعب الفلسطيني منذ الرابع من حزيران عام 1967 باحتلال الضفة الغربية وغزة. وهذا يدلل على أن الدبلوماسية الأردنية جميع جوانبها وجهاتها تخدم القضية الفلسطينية، وأن الأردن الدولة الوحيدة التي دائما وأبدا تنشط في هذا المجال. نعم، شكرا لك دكتور حسن، وأرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، لنا عودة معك في الصحافة العربية. ونذهب أيضا مشاهدينا إلى هذا الرسم الكاريكاتيري لحمزة حجاج في صحيفة الغد. من بين المواضيع التي تناولتها الصحف العربية الصادرة يوم السبت 26 من تشرين الأول، الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان مع استمرار الحرب والنزوح، إضافة إلى رسائل بين إيران وإسرائيل بالوكالة، فهل تترجم إلى حرب بالأصالة؟ ومؤشرات جديدة على وهن إسرائيلي ظاهر. وهذا الكاتب أكرم عطلة في مقاله في صحيفة الأيام الفلسطينية يكتب تحت عنوان عن حرب نتنياهو الحضارية ضد الهمجية، يعرض فيها لآلة الكذب التي ترافق آلة القتل والإبادة الإسرائيلية، فيقول في لقاء لم يشكل صدمة لمن يعرف بنيامين نتنياهو وما نفثه من سموم سابقة في كتبه وخطاباته الاستعلائية والتاريخ الذي تقف عليه دولة إسرائيل كدولة قامت على تهجير شعب، مع سي نيوز الفرنسية قال نتنياهو وهو يصف المحرقة التي يقوم بها وجيشه في غزة بأنها ليست حربا بل صراع بين الثقافة والهمجية، وهو صراع يتجاوز الحرب ضد الإرهاب. ويتابع تشويه التاريخ أو محاولة تشويهه هي مهنة الطغاة الأولى، فمنهم سمى نفسه قاتلا، كل المجرمين كانوا يغلون جرائهم بالحضارة التي كانوا يقتلون ويحرقون المدن باسمها، ونتنياهو واحد منهم وجيشه يقتل الأطفال والنساء، وروح المدن وحضارة تراكمت في غزة المدينة الساحلية العريقة. وأيضا يتابع الدول عادة تنمو وعلى أصابعها بصمة الولادة، وتظل تلك تحدد هويتها وعنوانها، وقد قامت إسرائيل على 3: القتل، الطرد، السرقة، وتلك على تضاد تام مع منظومة الأخلاق والإنسانية، بل هي روح الوحشية والهمجية والطبيعة البشرية دوما، هي ابنة تاريخها وتراثها، والتاريخ ليس ببعيد عندما طردت العصابات الصهيونية شعبا كاملا من أرضه وقتلت من قتلت واستولت عليها. ويختم الكاتب بالقول ستصبح دولة منبوذة يكرهها الجميع، ولم تكن التظاهرات واحتجاجات الطلاب سوى عينة من الصورة التي رسمتها مخيلة الأجيال الجديدة عن إسرائيل، حاولت أن تجمع اليهود ليعيشوا في المنطقة كضحية للتاريخ، لكنها تصدم العالم بهمجية لم يتصورها أكثر من مخرجي هوليوود لأفلام العنف في أكثر تخيلاته الإجرامية.
وأيضا مشاهدينا بالعودة إلى الدكتور حسن عبد الله الدعجة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال. دكتور أهلا بك من جديد. دكتور، كيف يمكن قراءة الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر هذا اليوم، وهل تعتقد أن إيران ستقوم بالرد؟ نعم، أنا باعتقادي أنه الهجوم الإسرائيلي على إيران جاء كما يعني تحدثنا به سابقا بأنه منضبط بالإيقاع والأهداف والأماكن والتوقيت، وقد يكون ذهب الكيان الإسرائيلي إلى أبعد من ذلك من خلال إعلام إيران بموعد وأماكن الضربات التي سيشنها على طهران والمحافظات الأخرى. لذلك هذه الضربة هي محدودة، إنما هي لإقناع وإشباع رغبة الرأي العام في الكيان الإسرائيلي بأن هذا الكيان وجه ضربة إلى العمق الإيراني وأنه يسترد بذلك نظرية الردع. لكن في المقابل يعني من خلال التقارير الواردة بأن تأثير الضربات كانت محدودة جدا، لذلك هذا إيقاع محسوب ومحسوب محسوم من قبل الولايات المتحدة التي حاولت ضبط إيقاع هذه الضربة بين الطرفين. نعم. محاولة منها لعدم امتداد هذه الحرب والمعركة لأن تصبح حربا إقليمية. نعم، شكرا لك أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن عبد الله الدعجة، شكرا جزيلا لك. ونذهب مشاهدينا إلى هذا الكاريكاتير العربي لهذا اليوم من الجريدة الكويتية مع ماهر رشوان. أبرز العناوين في الصحف العالمية لهذا اليوم: إسرائيل تهاجم إيران بضربات جوية وصفت من البعض بالمكثفة والدقيقة، فيما عنون موقع إكسيوس: إسرائيل أبلغت إيران قبل هجومها على طهران وحذرتها من الرد. المقال الذي نتناوله هنا بعنوان صدام مع إيران في الرأس والأذرع لرفيق خوري في الاندبندت، حيث يتناول الكاتب ثلاثة عقود من الصراع تحت عنوان تخويف العرب والغرب وإسرائيل بأمرين: تهديد بسباق نووي وتنظيم محور المقاومة. ويقول خوري: جمهورية الملالي لا تزال تؤمن بأن حرب غزة ولبنان ستحدث في النهاية تحولا في ميزان القوى يضعف النفوذ الأمريكي ويفتح الطريق أمام نظام إقليمي تلعب فيه إيران دورا كبيرا بصرف النظر عن الخراب والدمار والضحايا، وهي تراهن على الصبر الاستراتيجي وقلة الصبر الأمريكي واللعب على تباين المصالح الاقتصادية بين أمريكا وأوروبا. ويتابع الكاتب قوة إيران في أذرعها إلى جانب ما طورته من عناصر القوة منذ ثورة الإمام الخميني، غير أنها تبقى خائفة على نظام ولاية الفقيه من أمريكا بمقدار ما هي مخيفة للأنظمة الصديقة لأمريكا. كما قالت واشنطن أنها تريد تغيير سلوك النظام لا تغيير النظام. كانت الترجمة في طهران هي التآمر على النظام لأن السلوك عامل أساس فيه. الكاريكاتير التالي حول جباليا: وصلنا مشاهدينا الكرام لختام حلقة اليوم، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.